شوفوا إخواني أكو مشكلة هي موجودة يعني بشكل ظاهر واضح، وهي أن الإنسان إذا أراد أن ينفتح على لذة معينة، على شهوة معينة، على معصية معينة، من أجل أن ينفتح عليها براحة يحاول أن يسبغ عليها صفة الشرعية. يعني افترض الآن مثلا امرأة تريد تتخلص من الحجاب، تريد تتخلص من الحجاب، تشوف هذه المرأة عندها حملات مطولة مفصلة لأجل إثبات أن الحجاب كان حكما يختص بالمرأة في زمن النبي صلى الله عليه وآله. ليش كل هذه الحملة الطويلة المفصلة وبذل الجهود المضنية؟ هي تريد أن تصل إلى هذا المطلب براحة، يعني تريد أن تقدم على نزع الحجاب براحة. لماذا؟ لأن عندها ضميراً أخلاقياً يؤنبها لما تنزع الحجاب، ضميرها الأخلاقي يؤنبها، فحتى تتخلص من وخز الضمير تسعى أن تثبت شرعية شنو؟ نزع الحجاب. بل بعضهم دول دعاة المعاصي والانحرافات، دول ما يكتفون ببرمجة أنفسهم، يحاولون برمجة غيرهم. ليش انت تشوف حملة من بعضهم على الحجاب، على حجاب النساء، ولما واحد يتكلم حول الحجاب دولة تثور ثائرتهم؟ لأن دولة لما يشوفوا حجاب على امرأة، هذا الحجاب يوجب وخز ضميرهم لهم، لذلك هم يريدون أن يتخلصوا من صورة الحجاب حتى لا يشعروا بوخز الضمير. هذه ظاهرة واضحة، كل من أراد أن يقدم على شهوة معصية انحراف براحة بال يحاول أن يسبق عليه صفة الشرعية. لماذا؟ حتى لا يعيش صراعا بين شهوته وبين ضميره. هذا سبب من أسباب الانحراف عن الدين. أكو جماعة أرادوا أن ينفتحوا على الشهوات والملذات على مصراعيها، ولكن ضميرهم يؤنبهم، فحتى يتخلصوا من وخز الضمير أنكروا وجود الإله، أنكروا وجود الصانع، أنكروا أن هنالك دين يطالبهم بعدم الإقدام على الشهوات والملذات إلا في حدود معينة. لذلك ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: أدين الناس من لم تفسد شهوته دينه. الدين، الشهوة قد تفسد الدين وتخلص الإنسان من الدين.